السلام عليكم الزفلة والأعزاء الغاليين، مرحبا بكم معايا اليوم وكل يوم أنتم بخير إن شاء الله، ونتمنى نتلقى بكم في هذا الفيديو تكونوا في أتم الصحة وراحة البال. أحبائي الغاليين، اليوم كملوا معنا هذا الفيديو حتى التالي إن شاء الله، وترحموا لي على ميمتي لأنها اليوم هذا الفيديو راه صداقة على ميمتي، وحبيت نبارطاجيه معاكم غير باش تشوفوا المقادير والكمية كبيرة نتاع الطعام لخواتاتي ولا البنياتي اللي عمرهم ما داروا كمية كبيرة هكذا، باش يعرفوا المقادير المضبوطة ل 8 كيلو نتاع الطعام. هاد الصدقة ان شاء الله ربي يوصلها لميمتي ونترحموا عليها ان شاء الله. اليوم عندها عام على الرحيل نتاعها، وربي يرحم كامل والديكم اللي متوفيين برحمة الله، واللي والديهم على قيد الحياة ان شاء الله، ونتمنى لهم طول العمر والصحة وراحة البال ان شاء الله، وربي يحفظهم لكم. عندي هنايا اول حاجه الطعام هذا، الصدقه هذه درتها في النهار، يعني انايا باش نديرها في النهار لازم نوجد روحي في الليل. كما شفتوا وجدت الخضره نتاعي، وجدت اللحم هنا، وجدت كما راكم تشوفوا هنا عندي طوماطيش 2 كيلو نتاع الطوماطيش، ريحتها نتاع الحبه، ريحتها ميكسيتها، يعني ميكسيتها كيما الماء. عندي 2 كيلو نتاع البصل، انا ريحتها غير في الروبو لي باش جات هكذا، يعني مفتة ما جاتش طرية، ما نحبش ندير وهكذا، ودوك نصفي المرقة مع التالي. عندي اللحم اللي جبته العشية هذيك مع عند القزار، مع عند البوشي، هو اللي قطع لي هاد لي مورسو، يعطيه الصحة قطعهم لي المورسو سوا سوا قد لي مورسو باش يجيو كيف كيف. هنا عندي 8 كيلو كما قلت لكم نتاع الطعام نتاع كسكس ماما للمويا. هنا وجدت القصعه نتاعي، درت هذوك زوج عواد تاع القرفه وشويه تاع سكين جبير عود وهذاك العود الاصفر. هنا وجدت هذه في الليله، وجدت الطباسه تاعي اللي ندير فيهم الطعام. هنا جاتني واحد 20 طبسي نتاع الطعام، ولا مترد كيما نقولوا 20 مترد نتاع الطعام وجدتها. هنا السيليفان تاعي باش نسحقه بزاف حوايج. وجدت الزبيب هنايا، عندي تقريبا رطل وفايت شويه تاع زبيب. عندي القدره تاعي درت لها سوليفان هي باش تفور لي مليح، ودرت هذيك الفينه باش نفوروا فيها الطعام. ووجدت كامل والخضره نقيتها كامل ودرتها في الفريجيدار. هنا عندي 2 كيلو تاع البصل، وعندي فيها نص كاس تاع الزيت، لان اللحم اللي عندي نتاع الغلمي هذاك شويه ميدم، لهذا ما حبيتش نكثر الزيت، درت نص كاس تاع الزيت كما قلت لكم على حساب الشحم هذاك اللي عيد نحي في الشحم وبقالي. هنا درت الكركم وسكينجبير وراس الحانوت جيبوه نتاع الطعام، سبيسيال تاع الطعام، شويه تاع زعفران، شويه تاع فلفل كحل، وفلفل كحل درت شويه تاع مبيض. وهنايا الفلفل الاحمر ما درتوش مع هذيك الدرسه اللي راح نديرها، درتها الفلفل الاحمر تاع اليد مدقوق في الدار، هذا درته مع الطوماطيش اللي قلت لكم رحيتها 2 كيلو تاع الطوماطيش، رحيتها درت معها الفلفل الاحمر، لان مانيش رايحه ندير الطوماطيش باش ما يقراسليش اللحم، ما يحماتش اللحم هذيك الدرسه حتى الغدوه ان شاء الله الصباح ونشعل عليه. هنا الدرسه نتاعنا ولا الخلطه نتاعنا اللي درناها كامل هنايا، درك نزيد فيها الطوماطيش تاع الباطا ونحك فيها هذاك اللحم اللي عندنا. هاد اللحم هنايا كامل حكيت فيه، درك تشوفوا زدت زوج مغارف نتاع الطوماطيش، والطوماطيش درك حتى في التالي، ونزيد واحد المغرف هكذاك، ولا هنا زدت نص مغرف نتاع السكر مع هذيك الطوماطيش نتاع الباطا، لان الطوماطيش تاع الباطا راح نقليها هذيك مع داك التشرميله، راح نقلي فيها اللحم، تجي اللحم تاعك يجي بنين. هنا حكيت اللحم اللي عندنا مليح مليح، ودرته في هذيك ورجعته في هذيك السنيوه تاعنا الاينوكس، ما نديروش في البلاستيك وما نديروش في الحديد، نديروه في حاجه اللي تكون مثبته علينا، تكون نظيفه ومنشكوش فيها. نغطيه بالسيليفان ونحطه في الفريجيدار الصباح باش نصيبه واجد ومريحني. هاد العمليه تسهل علينا بزاف النظام، يسهل علينا بزاف التعب من بعد. هنا يا الصباح هنا على الصباح الفتاح بسم الله والصلاة على رسول الله، بديت هنايا كنت نسمي ونقول بسم الله والصلاة على رسول الله، يا ربي تعاوني، يا ربي صدقة مقبولة، يا ربي، يعني بواحد الإحساس من القلب للقلب، وربي يرحم ميمتي ويرحم جميع الموتى. هنا قليت اللحم مليح 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 وبلا ما نخليه يلصق،
هنا القزر تاعي راه فوق النار، فوق الطابونه ولا الريشو. من بعد ما قليت اللحم مليح وقابلته قابلته مليح مليح، شوفوا هذيك الطرشونه الصفراء اعزائي الغاليين قبل ما تروح للصوره ما درتهاش غير هكذاك، هذه ديروا فيها الماء شمخوها دائما، كل مره تشمخوها كل مره تشمخوها، هذيك باش يكون الامان تاعنا. القزر يخرج النار على التويو تاع الطابونه، نديرها لكم فكره في عندكم، دائما شمخوها. هنا من بعد ما قليت مليح زدت هذيك الطوماطيش تاع الباطا واللي كان فيها الفلفل العكري ولا الفلفل الاحمر، زدتها وقليت واحد دقيقه ولا، ومن بعد درت كما نقولوا درت مرقت، لكن الماء غالي 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 مليح طبخ مليح درته. من بعد ما مرقت القزر شوفوا هنا عمرته، درت الملح نتاعي ما درتوش في الاول، انا الملح ما نديروش في الاول باش اللحم يطيب لكم، يعني الا قليتوا اللحم مسوس رايح يطيب لكم في وقت قياسي يعني وقت قصير. ومن بعد ذوقوا الملح وتشوفوا لا كان ديروا ولا ما ديروش. درت شويه حمص باش تجيني المرقه بنينه، والحمص اللي بقى درته في الكوكوطه بهذيك المرقه اللي زدتها بلا كوكوط، وخليت الحمص يطيب مليح مليح، نقصت له في النار المويه وخليتها تطيب. هنايا الخضره نتاعنا اعزائي الغاليين، الخضره كنت نقيتها ووجدتها عندي زروديه والكورجات والكابويا واللفت كامل والكرافس، نخليها حتى لاخر لحظه. هنا شوفوا اللحم نتاعنا من بعد اللي طاب اللحم، شوفوا المرقه تاع القزر وين وصلت، شفتوها راها وصلت للنص نتاع القزر. هنا انا نحيت هذاك اللحم، يعني طاب لي طاب اللحم هذاك، خفت لا يزيد يفسد ولا، نحيت اللحم وخليته في هذيك الصينيه ودهنته شويه تاع الزبده ودرته في الفرن ينشف، ومن بعد غطيته بسيليفان. هنا نرجعوا للطعام نتاعنا، هنا الطعام عندي 8 كيلو نتاع الطعام نتاع كسكس ماما لمويا. هنا درت كيما نقولوا وكل كيلو تاع الطعام ندير فيه واحد المغرف تاع الاكل تاع زيت هكذاك، يعني درت نص كاس تاع الزيت وسقيت به هذاك 8 كيلو تاع الطعام وحكيته مليح مليح. راكم تشوفوا فينا كيفاش راني نحك فيه مليح، ندخل هذيك الزيت في هذاك الطعام باش من بعد التفوار يجينا ساهل ماهل، ما نخافوا منه ما يتكورنا ما يعطينا هذوك الكريمو ما والو، يجينا ساهل ماهل. انا دوك من بعد نولي للماء، الرش بخاطري وبعقلي غير الرش، وندخل الماء الرش وندخل الماء حتى يتشمخ كامل يتشمخ. هنا انا ما غسلتهش حتى سال الماء عليه، لكن زدت هنايا كنت نزيد بالليطره تاع الماء بالليطره تاع الماء بالليطره تاع الماء نزيد حتى ونرفد كما نقولوا حنا نرفدوا من التحت ونرفد الفوق من التحت ونرفد الفوق حتى هذاك الطعام يتشمخ كما راكم تشوفوا. ما نزيدش الماء على مره واحده لكن باش ما يتكور ليش. انا من بعد اللي رفدته كما نقولوا وتشمخ مليح ونحس به باللي شرب بزاف نتاع الماء، هنايا نفوت للتفوار. نفوت للتفوار درت هذاك الشاش نتاعي تاع الفينا اللي نديروه سبيسيالمون للتفوار باش ما نرفدش الكسكاس، لان الكسكاس راه دايرت له سيليفان ما نقدرش نبقى نجبد فيه في الكسكاس ونرجع ما يفورليش مليح. هكذا توت سويت ندير الكسكاس. هنايا كنت نفور بعقلي وبخاطري، يعني الحمد لله في الساعه جاتني الامور سهله، وهنا هاد الطريقه تجيني سهله. فهداك الشاش كنت دايره زوج تاع لي الشاش ولا يكونوا عندنا بزياده، هنا كنت حطيته وكنت زرب الشاش الاخر زوج باش ندير التفويره الزوجه. هنا كنت درت الطعام باش يفور كيما راكم تشوفوا، وكان في ليه يتفور لي كان في الساعه يتفور. من بعد اللي كان هنايا الطعام كنت ندير يتفور، رجعت نشمخ هذاك التفويره اللي نحيتها في هذاك الشاش الاول في الكسكاس الاول كيما نقولوا، شمختها مليح مليح. هذه هي راني شمختها مليح 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 كيما نقولوا، التفويره الاولى لازم نشمخوها مليح وما نخافوش. وهنايا غير في هذاك الفينه نتاعها نضربها في القصعه، يعني نضرب شوفوا الماء راه يهود من تحت الطعام، شوفوا نضرب هاد الضربات هكذا ننفضهم، ومن بعد نهود الطعام كامل نفرغه في القصعه يجيني ساهل. هنايا انا هنا ما نخدم لا بمغرف لا بسقايه لا والو، نخدم بيدي ديريكت. هنا عاود راني نشرف فيه وندخل ونرفد. هنا درت التفويره الاولى وزدت له التفويره الزوجه باش ما نطولش عليكم لا فيديو، ما قدرتش مع التصوير الصباح بكري ما كنت نصور يعني والله غير شويه عذاب. هنايا كنت قلت لكم فورت المره الاولى، عاود عاودت له المره الزوجه بالماء وعاود فورته.
خليته هكذاك المرة الزوجة فورتها غير زوج خطرات وخليته المرة الثالثة اللي باش نحط عليها خليتها حتى بعد اللي قربت طابت لي المرقة وحبيت كي قربت باش نحط كيما نقولوا نسير بيه الطعام تاعي عفوا قريب نكمل باش نسير بيه الطعام تاعي في المتارد ولا في الزلايف. عاد باش فورت التفويره الثالثه تولهت بها كانت طاب لي اللحم طابت لي الخضره تهنيت من هذيك الامور تاع القزار وصفيت الخضره تاعي درت الكورجه تاع لاجي هلفت علاجي درت هنا هذه التفويره مازال راني في التفويره الزوجه كما راكم تشوفوا. هنا كنت نعاود يعني غير بالكسكاس بالكسكاس على بها جاتني سهله. شوفوا هنايا كي تشوفوا الطعام تاعكم يتجمع معاكم يتلبس كاع يتلبس عاود يفترق يتفتت غير روحه راه مليح يعني ما يتعجن ما والو. كما قلت لكم اعزائي الغاليين بناتي وخواتاتي هنايا التفويره الثالثه كما قلت لكم حتى للتالي التالي والكسكاس التالي نخليه اللي باش نديروا الوجه نتاع الطعام نتاعنا نديروا فيه الزبيب ونديروا الحمص كل واحد كيفاش كيفاش يدير الوجه التالي. هنا هذا الكسكاس التالي كما قلت لكم التفويره الثالثه تاع الطعام الاخيره خليت الكسكاس هذا التالي درت فيه الزبيب ودرت فيه الحمص اللي كان طابلي وحده في الكوكوطه في لاكوكوط بهذيك المرقه اللي درتها من القزار ودرت شويه تاع زبده وعاودت له. وكنت ما قلت لكمش التفويره الثالثه تاع الطعام درت فيه زبده يعني الدهان تاع مدينه الباطه مدينه هذيك هي اللي ندير بها انا متعوده عليها. هنا يا راني نعود بشويه بشويه في الطعام كما قلت لكم ندير له في الزبده ما حبيتش نكثر له بزاف. هنا بلا ما فقت بروحي الكاميرا كانت قبالتي كما تشوفوا يعني كنت وحدي وربي عاوني كلش كي يكون النظام والله خواتاتي وبناتي كلش يفوت على خير غير برك واحد ينظم روحه كل حاجه في بلاصتها كل حاجه يدير لها حسابها ووقتها برك هذا ما كان. هنا كلش كان عندي واجد الطباسه كنت غسلتهم وموجدتهم. هنا شوفوا اللحم كان عندي نخليوه في هذاك السيليفان تما باش يقعد رطب. هنا عندي الكورجات والزروديه كنت صفيتهم وجبتهم. اللحم راه واجد كما قلت لكم. هنايا عندي اللفت عندي هنا اللفت عندي شويه كابويا هنايا طيبتها وحدها هذه تعرفوها تحرحر في الساعه ما درتهاش في المرقه تاع الطعام. هنا وجدت الطباسه نتاعي ولا المتارد كامل هنايا هنايا شوفوا ديك راني هنايا انا وولدي والزوج تاعي راحنا